صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 42 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه: المادة الأولى، يعين الرائد ناصر عيسى ناصر النطار مديرا في وزارة الداخلية. المادة الثانية، يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبراته.